اعتذر اليوتيوبرز محمد سكاكي المعروف بمولكاسكيتا والمتابع في حالة اعتقال على إثر نشره فيديو اتهم على إثره بإهانة المغاربة والمس بأعلى سلطة في البلاد. اعتذر للملك وللشعب المغربي. وقال سكاكي خلال جلسة محاكمته يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 بالمحكمة الابتدائية بسطات بأنه لم يكن يقصد الإساءة إلى شخص الملك، وإنما كان يناشده بغية تغيير الأوضاع التي يشهدها المغرب. وأضاف مولكاسكيتا قائلا: لم أقصد أن أهين أي أحد، وإنما تحدثت عن أقلية من المغاربة الذين ينهجون سلوكيات سلبية مثل رمي الأزبال في غير مطارحها، أو أولئك الذين لا يقطعون الطريق من ممرات الراجلين. وعلى إثر ذلك عرفت الجلسة تنازل الجمعيات 25 التي تابعت المعنية بالأمر، علما أن غالبيتها لا تتمتع بصفة المنفعة العامة المخولة لها متابعة مولكاسكيتا. واعتبر محمد زيان محامي بهيئة الدفاع لمولكاسكيتا أنه من المفروض أن تخلي المحكمة سبيل المعني بالأمر بعد تنازل الجمعيات التي كانت تتابعه. وتابع النقيب في تصريح صحفي قائلا: إذا كانت النيابة تمثل شيئا آخر غير الشعب فهذه مشكلتها، إلا أن أساس الدعوة كان بناء على شكايات وأصحاب هذه الشكايات الذين قدموا تنازلا فيها. وأحالت المحكمة الابتدائية بمدينة سطات اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة مولكاسكيتا إلى المداولة يوم 26 دجنبر 2019 من أجل النطق بالحكم. وكانت النيابة العامة قد توصلت بعدة شكايات تقدم بها مجموعة من المواطنين بخصوص ما ورد في فيديو المعني بالأمر، تضمن عبارات من السب وأوصاف مهينة للمغاربة ولرموز السلطة، يؤكدون فيها رغبتهم في متابعته أمام العدالة. واعتقل مولكاسكيتا بتاريخ 29 نوفمبر 2019 ويتابع بتهم ثقيلة، منها السب العلني والإخلال العلني بالحياء بالبداءة من خلال الإشارات والأفعال وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.